تعالى في الفيديو ده نتكلم على صانع المحتوى زاك كينج واللي اشتهر بسبب الفيديوهات اللي بينزلها على قناته والتحديات والفيديوهات التعليمية عن صناعة الأفلام واللي بتتميز بتأثيرات سينمائية غير عادية وده اللي خلاه يجذب كل عدد المتابعين ده. فازاي كانت بدايته وازاي وصل لكل ده هنتكلم عليه في الفيديو ده. زاك كينج بدأ في البداية على فاين وده اللي كان بيتيح للناس انهم ينزلوا فيديوهات قصيرة زي الشورت بتاعت اليوتيوب وفيديوهات التيك توك وكانت فيديوهاته هناك قصيرة جدا ومدتها ما تتعداش 6 ثواني وبعدين انتقل الى اليوتيوب وربح زاك جوائز كتيرة هي وليد باكارد ومسابقة يوتيوب نيكس توب وكمان شارك في مسابقات زي اميزنج ريك مع مراته وده غير ان هو نشيط جدا على مواقع التواصل زي فيسبوك وتويتر ويوتيوب بس عدد جمهوره الاكبر موجود على انستغرام واللي يعتبر واحد من افضل المخرجين الشباب وبتقدر تقول ان هو وصل لحلمه في اليوت سنة 2013 لما تم اختياره ضمن افضل 25 مخرج واعد ده غير ان هو كمان شارك في مشاريع كبيره. في البدايه اتولد زاك في 1990 في اوريجون وكانت عائلته مكونه من اب صيني وام امريكيه وكان عنده حب كبير جدا بالتصوير من وهو صغير وبدا يعمل فيديوهات هو واخوه وهو عنده 7 سنين ولما تم 14 سنه جاب جهاز كمبيوتر وبدا ان هو ينزل فيديوهاته على اليوتيوب ودخل جامعه بيولا في كاليفورنيا وتخرج من قسم سينما واعلام وسنه 2014 اتجوز راشيل هولم كينج وعندهم بنت اتولدت سنه 2018. زاك مش بس يوتيوبر ده كمان عازف بيانو متدرب وبيتدرب لثلاث ساعات كل يوم وطموحه كان ان هو يبقى صانع افلام وفعلا قدر يوصل للحوار ده. النهارده عنده اكتر من 25 مليون متابع على يوتيوب وفيسبوك وتويتر مش بعيدين من الرقم ده بس انستغرام هو اللي فيه اكبر عدد متابعين زي ما قلت لك قبل كده باكتر من 28.5 مليون متابع. ومن اهم انجازاته كانت وقت انضمامه لتطبيق فاين اللي حقق هناك نجاح كبير جدا بس بعد ما التطبيق اتقفل ركز اكتر على اليوتيوب وظهر في برامج كتير وعمل مقابلات كتير حماسيه جدا. بعد الشهره اللي وصل لها وقدم افلام قصيره وشارك في افلام زي ذا لوست وورد في 2013 اندينا جونز اند ريدرز اوف ذا لوست ارك في 2014 ودبلش كمان افلام صوتيه زي لديزني زي زوتوبيا وقال قبل كده في كذا لقاء ان هو بيحب يقضي اكتر وقت من يومه مع عيلته وان هو يخصص وقت كبير لتعليم تاثيرات جديده وتطوير مهاراته في الفيديوهات اللي بينزلها لتظهر فيه الجهد اللي هو بيبذله والابداع اللي فيه وعمل فيديوهات كتير شهيره وعدت الملايين زي مثلا في الفيديوهات الطويله في الفيديو دوت اللي عدى 102 مليون واللي قبله كمان ما كانش بعيد كان 101 مليون وفي الفيديوهات الشورت على يوتيوب مثلا اكبر فيديو ليه جاب 603 مليون وهو الفيديو دوت واللي بعده جاب 548 مليون وبس. يكون الفيديو بتاع النهارده خلص يا رب كده اكون قلت لك كل حاجه عن زاك كينج. ما تنساش بقى انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب. انا شريف نبيل من موقع القيادي سلام.